اسمعي بروحك. يلا اسمعي. انا نحب ولدي يطلع طبيب. اي ليلي بيلوت ولا افوكا ولا ليلي انجينيور انفورماتيك. توا اون سو مومون دومين ماشي بالكدا. ملا ضغط وملا ستريس وملا مرج نعملوا فيه لصغارنا. توا اللي يحب مسمار ولده مسمار في حيط مثلا. انا حبتني يومي نطلع مسمار في حيط طلعت مسمار. ولا وكل مسمار يصدد شو أي. نعمل؟ شيء صحيح حاجه حبيبه برشا. واللي مثلا يسخر روحه خبير يبدا يختار الولد الدومين اللي يلزم يخدم فيه وشنو الحاجه اللي باش ينجح فيها. بينا سيفه راهو انت مش مطلوب منك انك باش تختار لولدك شنو الحاجه اللي باش يخدمها. خاطر اون جينيرال tu n'es pas un bon conseiller. اون جينيرال باش تحبوا يخدم كيفك والا باش تحبوا يغيوسي في الحاجه اللي انت ما نجحتش فيها. الوغ انت خلي رايك على جنب وخليه هو يختار الحاجه اللي يحبها. اي باهي انت توا صغيرك مش نحكي لك حاجه ذولي انت في بالك شبيها. اي راهو ماهوش ملكك. صحيح حب التملك عند لي بارون. صغيرك ماهوش ملكك ميم سي انت جبته وميم سي سي غراس ا توا كي لا راهو ماهوش ملكك. راهو انسان عنده شخصيه عنده احلام عنده مشاريع عنده رؤيه للحياه ماهيش كيفك انت. مختلفة علاش انت تحب تعمل الضغط لصغيرك وتردو يعيش الحياة اللي انت تعيش فيها ساعة حياتك انت فرحان بها. اي وحتى كان انت حياتك فرحان بها وخدمتك فرحان بها بلكش الحياة هذيك والخدمة هذيك ما تفرحوش. دوك اسمع صغيرك واسمعه للاخر زيدا نولوي امبوس با. دوك انا حبيت نقول سيب صغيرك وسيب روحك زيدا انت تعمل في الضغط للروحك وتعمل في استخس للروحك وتحب توجهه للبلاصه اللي انت تحبها راك ما تنجم كان تستريسي وما تنجم كان تركب له استخس وكاريما فما صغار يوصلوا يدبرموا على خاطر ما نرضى عليك الا ما ما نكتب لك الا ما ما نعطيك الا ما والمقارنات الى متى الى متى. سيبوا صغاركم وخليهم يعملوا اللي يحبوا. صحيح انت اسمى ولدك انت كوتش ولدك مسيبته يطلع كما يحب شنو تحبوا يطلع بيان سور يطلع كوتش كيف سيب روحك.